اكتشاف طبيعة نظرية الأوتار الفائقة. ثلاث مراحل مختلفة من حياة الفوتون. نشأة الفوتون. تردد الفوتون. سكون الفوتون. وفي الختام اكتشاف حقيقة نظرية الأوتار الفائقة. نشأة الفوتون. ملاك جميل يدعى الفوتون، وهو صانع الحالات المختلفة للجسيمات. الفوتون باعتباره أحادي الجسيم، حيث يعد الإلكترون مسقط رأسه. له أنواع مختلفة من الحركة، الحركة الخارجية والحركة الداخلية. الحركة الخارجية أو الحلزونية، وهي ذاتها حركة الانطلاق من جهة الإلكترون، وتشتمل على قسمين: الحركة الدورانية بإشعاعات مختلفة، والتي تتسبب في رؤية الفوتون بألوان مختلفة، البنفسجي مع أدنى شعاع. النيلي. الأزرق. الأخضر. الأصفر. البرتقالي. الأحمر، وله أقصى درجات الشعاع من بين الأنوار المرئية، والحركة إلى الأمام بسرعة ثابتة في الفراغ. تردد الفوتون. ينبغي الانتباه إلى أن الفوتون الملاك يبلغ طول عمره ما بين طرفة عين واحدة وحتى إلى ما قبل 13 مليار سنة. ويجب أن نعرف أن شيئا له من العمر أكثر من النظام الشمسي هو أعلى وأرفع مستوى.
والآن سكون الفوتون. سكون الفوتون أو اكتشاف طبيعة الأوتار الفائقة. كما أسلفنا فإن الفوتون في حالة السكون يكون ذو 6 أبعاد، بمعنى أن الفوتون يقطع مساراً مغلقاً في فضاء ذو 3 أبعاد، وفي آن واحد يكون هو في حالة تذبذب في 3 أبعاد أخرى. والآن عرض لرؤية نظرية صالح الفريدة والمبدعة. نحن نعتقد أنه إذا نظرنا إلى الحركة الداخلية للفوتون نجد أن الفوتون هو من يصنع الأوتار الفائقة من خلال حركته الناعمة حول مركز واحد. في الحقيقة الأوتار الفائقة اسم آخر للفوتونات المرتعشة والدوارة، وبعبارة أخرى الأوتار الفائقة هي الفوتونات من دون سرعة سي.